يسعدنا نرحب اكيد بالدكتور انس حتاحت استشاري اسري وتربوي. فطر مبارك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير، كل عام وانتم بخير. انت بالف خير. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك دكتور. يعني بدايه هيك مثل ما بنعرف هذا العام العيد مختلف بكثير من التفاصيل اللي يمكن عاشت بذاكره الناس عبر سنوات كثيره. طبعا بالبدايه رح نحكي عن كيف نقدر اليوم نستغني عن هي العادات والتقاليد اللي يمكن عايشة فينا، وأنه ما نكون قراب من بعض، ما نزور بعض. هي النقطة كتير يمكن صعبة على الناس. طبعا يعني إحنا بالفترة الماضية حوالي شهرين تقريبا جائحة كورونا أثرت كتير على طريقة حياتنا، أسلوب حياتنا، كيف نتعايش، كيف نتعامل مع الآخرين ضمن الإجراءات الاحترازية. هالشيء هذا أعطانا مثل يعني نحن تعودنا على هالطريقة هي نوعا ما. بيجي العيد، العيد له طقوسه، له معاني، له طريقة تعامل مع الناس مختلفة، في زيارات عائلية مكثفة بتكون أوقات، في تجمعات أوقات، في عائلات مثلا كبيرة بتعمل تجمع بيوم واحد. هالشيء هذا طبعا هلأ مو وارد، لأنه كتير غلط انه نحن نكون خلال شهرين عم نقوم بالاجراءات الاحترازيه وعم نحافظ على التباعد الاجتماعي وعم ندير بالنا على كل هالامور. هي نجي بالعيد نتصرف بهالطريقه هي. لذلك نحن متابعين هالشيء هذا، طبعا حيأثر، حيكون هالعيد هذا مختلف، لكن حيكون ذكرى، ما حيكون شيء يأثر علينا سلبا. هو يعني ان شاء الله يكون عيد الفطر هالمره هو يجي بهالطريقه هي، ويكون هو اخر عيد علينا وعلى بلدنا الحبيب. لذلك بنلاحظ انه اذا نحن قمنا بالاجراءات الاحترازيه بهالعيد هذا، حيمرق هذا العيد كله ثلاث ايام، نحسن نقوم فيه بطريقه مختلفه، نحسن نكون نحن من جوا سعداء. هي ايام سعاده طبعا، ايام فرح. هالشيء هذا لازم يكون نابع من عنا ببيتنا، نوضح لاهلنا اللي ساكنين معنا بالبيت، لاولادنا، للاب والام، للاخوه، انه نحن هالايام هي نحن نعيشها بسعاده، بغض النظر اذا كان في اجراءات احترازيه مناسبه هلا للوضع اللي احنا فيه ولا لا. لذلك حتختلف طبعا طريقه حياتنا بهالعيد هي، شلون بدنا نتصرف، شلون بدنا نعايد بعضنا. مثل ما اجى بالتقرير انه في وسائل اخرى لحتى نحن نعايد بعضنا بهالعيد هذا، نتواصل بطريقه مختلفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك يعني الوعي هو مهم كثير بهالفتره هي، مو معناتها نحن هذه هي قاعده وحيكون الاعياد القادمه كلها هيك، لا، نحن هالفتره هي اسمها جائحه. الحقيقه جائحه يعني فتره زمنيه حتمرق وما حتتكرر الى اجل غير مسمى ان شاء الله. لذلك بنلاحظ انه اذا نحن كنا قادرين على نحن نمر هذول الايام بطريقه صحيحه، فنحن اللي حتكون لنا مستفيدين الاولين. يعني من اجمل العادات نحن متعودين عليها بالاعياد هي زياره الاقارب وبيت الجد والست، دائما عنا باول يوم بالعيد. اليوم كيف بدنا نستعيد عن هي النقطه وبدنا نضل محافظين قد ما بنقدر على صله الرحم؟ طبعا يعني احنا عندنا العاده انه يكون في الاجتماع بيت الجد والست او البيت الكبير، تجمع العائله كلياتها، كبار وصغار واطفال. هي من عاداتنا اللي نحن دائما بنساوي بمناسبات الاعياد. في عندنا كمان عادات اخرى كمان نحن استغنينا عنها بالفتره الاخيره، اللي هي نحن بنروح بنزور غيرنا، ونحن طالعين من باب البيت بيقولوا لنا يلا رايحين على بيتكم، جايين لعندكم نعايدكم. كمان هي هلا بنحسن نحن نقوم فيها زيارات خفيفه، عدد قليل من الاشخاص يزوروا اقاربهم. هالشيء هذا بيكون نحن عم نعمل تواصل، ما في تجمع كبير، وكان في طقوس عيد يعني واضحه بالنسبه لنا وبالنسبه لاطفالنا، ما استغنينا عن هالطقوس هي، لكن بطريقه مختلفه، وهي كمان على فكره من عاداتنا، لكن نحن ما عدنا كثير استغنيناها لانه صار في التزامات كثير واشخاص كثير نحن لازم نزورهم ونتواصل معهم، صار في تجمعات كبيره ببيت الكبير، ببيت الجد او ببيت الاخ الكبير. لذلك بنحسن نستعيد عنها كمان طريقه اخرى، كمان هي صحيحه وفيها طقوس عيد
وكمان مناسبة أكثر لحتى نحن نتواصل مع بعض بشكل سليم أكثر، يعني بنقعد مع بعض نشوف أخبار بعض، نحكي مع بعض، وقت يكون في تجمع كبير عم يكون الحكي عام أكثر، ما عم يكون في تواصل شخصي بين الأشخاص، يعني كل شيء له ميزات وطبعاً له إيجابيات وله سلبيات. نعم، يعني كمان دكتور يمكن بعض النقاط الأساسية اللي الأهل كمان رح يفكروا فيها بهذا العيد هو الأطفال. الأطفال عادة نحن بنعرف أنه العيد مرتبط بالأطفال، خلينا نقول بالمراجيح، بالزيارات، بكتير تفاصيل. اليوم كيف الأهل لازم يكونوا قادرين على تمرير هاي الفرحة ولكن بنفس الوقت المحافظة على صحة أطفالهم؟ البداية طبعا لازم تكون من البيت من الداخل. طبعا هي الأهل وقت بيكونوا هن قادرين على أنه يبثوا الفرح والسعادة داخل البيت. كيف نستعيد هذا الفراغ اللي رح ينشأ من مثلا من اللعب، من المراجيح؟ شو ممكن يعملوا بالبيت للأطفال؟ تمام، احنا بداية لازم احنا اولا احنا نبث الطاقة الإيجابية بالبيت، فرح وسعادة. نوضح لأطفالنا احنا هلا احنا شو وضعنا، ليش احنا هالمرة هي ما في ألعاب برا. كل ما كان الطفل عنده واضحة الرؤية بشكل مناسب له، طبعا مو بالضروري احنا تكون الرؤية كلها نوضح له اياها بشكل كامل، لكن الشيء اللي بيحسن هو يكون واضح بالنسبة له وسلس وبسيط. الفكرة الثانية نحن حتى نعوض عن هالموضوع هذا، نحسن نروح مثلا بزيارات بسيطة، نحسن ننزل نعمل مثل جولة بالطرقات، نحسن نعوض هالشيء هذا بالبيت نفسه، نلعب مع أطفالنا، نقعد معهم، نقرب منهم. هالشيء هذا كان ما له موجود نحن بأيامنا العادية، لأنه في ضغط العمل وفي ضغط في ضغوط الحياة عم نكون بعاد عن أطفالنا. هلا في عنا هالثلاث أيام، هدول ثلاث أيام العيد اللي هن قاعدين نحن بإجازة، وأولادنا هن بانتظار على فكرة. نحسن نحن نعود، هي الفكرة نحن من جوا قادرين نحن نعطي أطفالنا الطاقة الإيجابية، قادرين نعطي أطفالنا هالفرح هذا. الأطفال هن بيدوروا طبعا عن الفرح والسعادة بشكل دائم، بيدوروا على أيام العيد. ليش؟ لأنه فيها فرح وسعادة، فيها ألعاب عم يساووا، في عم يروحوا يعملوا ألعاب العيد الخاصة فيه. هالشي هذا هلأ ما له موجود، نحن بدنا نعوض عنه، التعويض عنه فينا بده يكون، نحن من جوا لازم نحن نعطيهم هالشي هذا. أبسط شيء نحن نقعد مع أطفالنا ببساطة على الأرض، نلعب ألعاب هون، نجيب ألعاب تكون قادرين نحن نوصلهم منها أفكار إيجابية، أفكار تعليمية. هالشيء هاد بيساعدنا وبيساعدهم هن على تجاوز انه نحن هالمره هي ما بنحسن نطلع لبرا، ومو معناته اذا هالعيد هاد ما طلعنا لبرا معناته العيد القادم ما حنطلع. كمان هالفكره لازم تكون موجوده عند الاطفال. كمان من القصص اللي متعودين عليها بمجتمعنا هي قصه العتب بالعيد، اذا ما رحنا زرنا اقارب معينين او ما عملنا هي الجمعات الكبيره اللي ذكرتها حضرتك، اللي ذكرتها اليوم، برايك قديش لازم نغير من سلوكيتنا ونخفف هذا العتب؟ نحن نقدر انه بظرف استثنائي لازم نخفف هي التجمعات، وسائل التكنولوجيا برايك ممكن او الاتصال الهاتفي يعوض هذا التواصل؟ طبعا يعني احنا هلا لانه في ازمه كورونا عم نلاحظ انه التواصل الاجتماعي كثير عم يغطي هالثغرات هي، انه العتب لازم ما يكون موجود، انه اذا انت جيت لعندي انا ما احسن تروح لعندك بتليفون كافي او بجوز رساله او بس نوع من انه انا تذكرتك. هالشيء هذا كثير صار طبيعي وبسيط بيننا وبين الناس. الناس عم تتقبل هالشيء هذا كثير لانه ما عاد في انه والله نحسن نحن نساوي كل شيء بهالفتره هي، بالعكس يعني اقل ما يمكن نحن نحسن نساوي سلامه الي والك. لذلك بنلاحظ انه لا عم على فكره اوقات التواصل الاجتماعي لحاله كافي بهالفتره هي، حتى مثلا لاحظنا هالشيء هذا برمضان، يعني رمضان مثلا بالعاده في عزايم، في اجتماعات اهليه، اهالي الاهل بيجتمعوا مع بعض كثير برمضان وكذا، هالشيء هذا ما كان موجود هلا بهالفتره هي، لكن عوضت عنه وسائل التواصل الاجتماعي وما كان في انزعاج من الاخرين. بنلاحظ انه بالعكس الناس عم تحب هالشيء هذا، لانه مثل ما انت عم تدير بالك على بيتك واهلك، عم تدير بالك على بيتي يعني مشان ما انتقال عدوى او مثلا هالشيء هذا ما ياثر على الاخر، انا مرتاح من هالناحيه هي. اكيد. دكتور انس، قبل ما نختم حديثنا مع حضرتك بدنا منك كلمه اخيره، هي ممكن تكون نصيحه لكل اللي عم يتابعنا وبنفس الوقت اكيد معايده من حضرتك، تفضل. طبعا يعني احنا بس الواحد يحدث حاله بالفتره الاخيره انه انا برمضان شو عملت، حسنت تغير شيء بهالفتره هي اللي انا مرقت علي. ايام العيد هي ايام اجازه، بالفتره الماضيه هدول الشهرين انا حسنت تغير شيء بالنسبه لي على الصعيد
المحيط الشخصي وعلى الصعيد العائلي. حسنت قرب من عائلتي اكثر، كنا بفتره نحن لازم نقعد مع بعضنا اكثر، ما عاد في خروج والزيارات والضغط العمل صار كلياته قبل الظهر. قعدت مع عائلتي، قربت منها اكثر، صار في الفه اكثر. كل ما كان نحن عم نشتغل بطريقه ايجابيه عم يرجع هذا علينا بشكل ايجابي وعلى كل اللي حوالينا. طبعا ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وهالجائحه هاي حتمرق والعيد هذا حيكون استثنائي وحيكون ذكرى لنا بالمستقبل نحن شو عملنا فيه، وما حي يعني حيكون في هالشيء هذا اللي صار ما حيتكرر مره ثانيه باذن الله. لذلك دائما نحن متاقلمين مع الظروف اللي احنا عم نمرق فيها، بنحاول قدر الامكان نكتسب الايجابيات ونبعد عن السلبيات ونتجاوزها. هالشيء هذا نحن قادرين عليه، لكن اوقات بيكون في جهد اكبر من بعض الاشخاص حتى نحسن نتجاوزه. هلا نحن عم نكون بتحدي ونحن قادرين انه نتجاوزه ان شاء الله. يعني بالختام بدنا نضم صوتنا لصوتك دكتور أنس، وأكيد بدنا نقول إنه العيد بكل الظروف هو بضل فصحى للفرح للمة العيلة الحلوة، ولأكيد نطمن على غيرنا. بدنا نشكرك اليوم لكل النصائح اللي قدمت لنا إياها. شكرا كثير لكم. شكرا لك دكتور.